بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في حل امتحان جديد من امتحانات كتاب مرسيل، امتحان رقم 36. نحاول بقى مع بعض نركز في القطعة. ما تنسوش طبعا تدعمكم للقناة ونضغط إعجاب لايك للفيديو بإذن الله، ونشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد. تعالوا نقرا القطعة. مكتوب سليم الشير: جي تكري بور تي انفيتا اباسير اون ايتي نو بليابل دون ما فيل نو بيلي. يعني انا بدعوكي ل انا بكتب اليك لدعواتك لقضاء صيف لا ينسى في مدينتي نو بيلي. سيتان بيتيت فيل انها مدينة صغيرة، من بيلون بوزا، من منطقة هناك. اليوم كودو شوز، يوجد كثير من الأشياء كومبو فور انسامبل ممكن نعملها سويا. دابور اون فو فيزيتور لا تور بالاميدي، ممكن نزور برج بالاميدي. اون بو اي مونتير، نستطيع ان نصعد اليه. بور ادميغيغ ان في سي بلانديد سيغ نوبل، لرؤية رائعة لمدينة نوبل. On va passer la soirée، ممكن أقضي السهرة dans un café، في قهوة مشهورة. On veut في المدينة، on peut aussi se promener dans la rue، ممكن نتنزه في شوارع المدينة القديمة على أقدم. Si l'on veut faire، on هنا ملهاش أي معنى. Si l'on veut faire de la natation، لو عايزين نمارس السباحة. لا بلاج دو ارفانتيا، ده اسم شاطئ طبعا. نيبال وليس بعيدا. اون بو سو بالادير، وممكن نتنزه بقى على الدرجات. دون لاكوغي، في الغابات. بورتوي، لنستمتع بالطبيعة الجميلة والمناظر الخلابة. لا سربريز، المفاجأة بقى ان احنا ممكن نمارس رياضة شلالات. كانيونينج. دون لا ريفيير، في الانهار. جو سي كي تو لادور، انا عارفه ان انت بتعشقيها. كوم تيو فول، كم انت مجنونه، او ان انت يعني رائعه. جيتا التونت، فول، ده مؤنث لكلمه فول، مجنونه يعني، او بتحب الحاجات الغريبه شويه. أنتيغون أنفيت ميشيل دعتها لإيه؟ زيارة مدينتها طبعا، اللي هي فيزيتور سافيل، لزيارة مدينتها. طيب في السؤال الثاني، بالاما دي، بالاما دي سي لو نوم دي انفيل، ده اسم مدينة. نوبيلي أنتيغون باس لا سواري، هتقضي السهرة فين؟ في ال اسمها ايه، دونزان كافي، في قهوة. اون فيل، في المدينة. انتيغون، سوف تتنزه طبعا على الأقدام. ابيي، سيرا على الأقدام. بريدو نوبيلي، قريب من نوبيلي. بنجد ايه؟ طبعا احنا بنجد قريب من نابولي الغابات طبعا، عشان هم هيتنزهوا في الايه، في الغابات، او هيركبوا عجل في الغابة. انتيغون، انتيغون مالها بقى؟ وفير دي فيلو، هتعمل ركوب الدراجات برضو على فوري في الغابة. في القطعة التانية بنقول سالي جو مابيل سامويل، انا اسمي سامويل. جابيت انيس، انا بسكن في مدينة نيس. جي سيزون، عندي 16 سنة. جي سوبر، انا لوني قمحي. جي ليزيو مارون، عيني بني او عسلي يعني. جو ني سوي با جران، انا لست طويلا. جادور فيغ دي سير، انا بعشق التزلج على الماء. اي جوي او جو بابجي، وبلعب لعبة بابجي. تي كوني، انت عارف. جي او مسيو دي سينار، انا بحب ايضا الرسم. او ليسي، في المدرسه الثانوي. جيم لي ماتيير سانتيفيك، انا بحب المواد الدراسيه العلميه يعني. مات وفيزيك تكنولوجي. جادور سي انترنت، انا بعشق ايضا الانترنت. جي شيرش دي زامي سوبر سامبا بور كونيتر دي شوز دي تو لو بيي،
دي موند. يعني أنا ببحث عن أصدقاء رائعين بيعرفوا أشياء من كل العالم. مونادريس عنواني سي، وبعدين كتب عنوانه الإلكترونيك. بونجور جي مابيل كاتي، أنا اسمي كاتي، عندي 17 سنة، جي سوي سويس، أنا سويسري، جابيتا زيوريخ، يعني بسكن في زيوريخ عاصمة سويسرا. جي سوي بلوند، أنا شقراء، دي بنت بقى بتتكلم. جي ليزيو في، عينيا خضرا. جي نسير، أنا عندي أخت 10 سنين كلوديا. جي سوي أن بو توميد، أنا خجولة شوية متري ولكن، و تريز سبورتيف، رياضية جدا. جيم بوكو لي شام، بحب كتير القطط. جي في دو لا ناتاسيون، أنا أمارس السباحة 3 فوا بار سومان، 3 مرات أسبوعيا. جي موسي، أحب أيضا إيكوتي دو لا ميزيك، سماع الموسيقى. على راديو، في الراديو، وخاصة اسم المغنية الشهيرة بتاعتنا، وقراءة المجلات، مجلات الشباب، اكتب لي على العنوان بتاعها طبعا، وانتو شايفينه قدامكم. كلوديا، كلوديا عندها، طبعا كلوديا عندها 17 سنة، دي ساتون. كلوديا دي اخت البنت دي، يبقى عندها 10 سنين ديزون. سامويل أبيت، سامويل بيسكن، طبعا سامويل قال لنا ان بسكن في نيس، مدينة نيس. كاتي، بتعرف جيدا، وتعرف ايه، بتعرف كويس ايه. طبعا عندنا ناجير، السباحة او الناتاسيون، يبقى هناخد كلمة ناجير، وناجير يعني بتعوم. سامويل ام بيكو، سامويل بيحب كتير طبعا انه شيت على الانترنت، شاتيغ سير انترنت. سامويل ام، سامويل بيحب، سامويل بيحب يكون عنده اصدقاء على سوبر نت، يذهب الى زيوريخ، يقرأ مجلات، ولا يدرس لغات. طبعا هو بيحب يبقى عنده اصدقاء كتير على ان. كاتي عندها عينيها خضرة ولا طولها متوسط ولا عينيها بني ولا عينيها سمرة؟ طبعا هي قالت ان عينيها خضرة، يبقى ليزيو فيغت، العيون الخضرة. نحل المواقف. فوترا مين صديقك ايه اندري تارت؟ متأخرا فولويديت، انت بتقول له، طبعا هتقول له ايه؟ لا تسرع، ولا الوقت لسه بدري، ولا انت وصلت بدري، ولا يجب ان تاخذ الاتوبيس. طيب فو ديكريفي لي كاركتير دو فو ترونتورينير، انت بتصف الشخصيه بتاعت مدربك، فانت بتقول عنده 50 سنه، بيضع خطط اللعب، هو ذو عضلات يعني مفتول العضلات، ولا هو رائع جدا. طبعا في وصف الشخصيه بختار رائع جدا. بتتحدث عن ميولك الرياضية. فو بارلي دو فو جو سبورتيف، فو ديت، انت بتقول انا بمارس الرياضات العنيفة، طبعا هاخدها، ولا انا بحب العب جيتار، بحب اعزف جيتار، ولا بحب الاسماك، ولا بحب موسيقى الراب. طبعا رياضية، خدنا الاولى. فو دي موندي ا فوتر امي، انت بتسأل صديقه سو كيل في او ريستورون، ماذا يفعل في المطعم. هو يقول أنا أمارس التسوق، بتسوق يعني، ولا بتناول العشاء، ولا بمارس الرياضة، ولا بسمع مدرسين. طبعا مطعم، يبقى أنا بتناول العشاء. فوز اكسبليكي، أنت بتشرح بوركوا فو نالي با لا كومباني، ماذا تذهب إلى الريف. أنت بتقول لأن الريف هادئ، لأن الهواء بيكون منعش في الريف، لأني بخاف من الحيوانات، لأني بخاف من الحيوانات، ولا بارسكو جو نيم با لا فيل، لاني ما بحبش المدينه. طبعا لاني بخاف من الحيوانات. انت بتسال صديقك وفو دي موندي فو ترامي، انت بتسال صديقك عن ميوله الغذائيه، فهتقول له اي لون تفضل، ولا تقول له ما اي جو تفضل، ولا ايه الموسيقى اللي انت تعرف تعزفها، ولا اي طبق تفضل. طبعا هي اي طبق تفضل. فو فوز انفورمي، انت بتستعلم عن لوغ دو لونترينمون، عن ميعاد التدريب. فانت بتقول التدريب هيبتدي الساعة 8، اين تتدرب انت؟
من يدرب فريقك ولا التدريب في أي ساعة؟ طبعا هي الأخيرة، التدريب في أي ساعة. L'entraînement c'est à quelle heure؟ Vous voulez acheter de la viande. أنت عايز تشتري لحمة. فطبعا أنا هروح للمخبز ولا حسب لقسم الفواكه، ولا جي في باسيغ شي لي بوشي، هروح عند الجزار طبعا هي دي، ولا يجب أن أمر عند بائع الأسماك. فو ديموندي افوتر امي، أنت بتسأل صديقك سيكيل بوالو ماتان، ماذا يشرب في الصباح. فو ديت، فأنت بتقول له كاسكي تي مونجي لو ماتان، ماذا تأكل. أنا بتكلم عن يشرب طبعا. تي بوا كوا لو ماتان، ماذا تشرب في الصباح. او تي برون لو بيتي دي جونير، اين تتناول الفطار. كالز اليمون برون تي او بيتي دي جونير، يعني ماذا تتناول في وجبة الفطار، او اي اطعمة تتناولها في الفطار. فو بروبوزي ا فوتر امي، انت بتسأل صديقك دو فير دو كيت سيرف، ان يمارس الكيت سيرف. فبتقول له بتقترح، هنا بروبوزي يعني بتقترح، فبتقول له اون في دو كيت سيرف ساتي دي، اون في دو كيت سيرف ساتي دي. طبعا بلاقي ساتي دي اقتراح، يبقى هي دي المظبوطه عندي. احنا هنذهب للريف طبعا، الكامباني الريف، ولا لنذهب الى حديقه الملاهي، ولا ساتي دي دالير على مونتاني، ما رايك في الذهاب الى الجبل؟ يبقى هي الاولى اللي هختارها. اللي بعدها رقم 23، فودي موندي او فوترامي، انت بتسال صديقه بوركوا الفا او سكات بارك، لماذا يذهب الى سكات بارك، حديقه التزلج. هو بيقول بور اشيتا بور شيرشيغ عن ميديكامون، لشراء دواء، ولا بور فوار ان كومبيتاسيون دو سكات، لرؤيه منافسه او مسابقه على لعبه السكات، ولا بور فوار ان ماتش دو فوتبول، لرؤيه مباراه كره قدم، ولا بور فير دي ليكورس للتسوق. طبعا هي رقم 2. فوز في فهم، انت جعان، فبتقول جي فو بوار، اريد ان اشرب، ولا يجب ان اتدرب، ولا جيبي ماتر عن مانتو، يجب أن ألبس معطف، ولا يجب أن أذهب إلى المطعم. طبعا جعان يبقى هروح المطعم عشان آكل. جي فودري أن كيلو، طبعا كيلو دي كمية محددة، كمية محددة أو كمية غير محددة هتاخد دو على طول. لافيون سير فول دون لير، بتطير في الهواء، دون لير يعني في الهواء. ماتيني إيه، مادة خام طبعا هناخد أن كوتون، مادة خام هياخد ان كوتون. لا لي جويز اللاعبات سي سون اون تيريني، طبعا جمع مؤنث هتاخد تبعية او اس، وعندنا هنا فيرب اتر طبعا، وفيرب اتر اما انا بصرف معاه الفعل في الماضي المركب بدي تبعية الاسم الايه المفعول، يبقى هاخد الاخيرة عندنا واخدة او اس عشان اللاعبات. Hier امس nous avons pris، طبعا ده فيرب براندر، ده فيرب براندر طبعا، فانا هاخد قبله افوار، لان براندر مش من الافعال 14 ولا من الافعال ذو الضميرين، فيسبق بالمساعد افوار، وده ماضي مركب. تي في انكور، اما بلاقي كلمه انكور على طول بروح لكلمه بلو، خلاص دي خالصه سهله قوي بالنسبه لي. لي زونفون اون فا، ما يعني الاطفال جعانين، دون لير اعطي لهم، طبعا اطفال جامع فهتاخد لير، وطبعا فيرب دوني بياخد حرف الجر اه لو جه بعد عاق. يير امس ما سير اختي، ده هنا يير امس، يبقى انا عايز ماضي مركب او ماضي حديث. طب الماضي المركب بيتكون من اتر او فار زائد اسم المفعول، طب عندي هنا اتر اتنين اتر، اخد اهنو ما سير اختي مع اتر في تبعيه، يبقى اخد ايه ماريون جو، طبعا كلمة هوكي القش بتاعتها اسبري منطوقة، فهناخد او على طول، لأن فيرب جو بياخد ايه حرف الجر اه بعده مع الألعاب الرياضية. سي فو، هنا فو، وهنا اللي هيبتدي فعل في الجملة التانية، وهنا قاعدة سي الشرطية اللي بتقول لو جه مضارع يبقى التاني في الأمر. طيب فو يبقى هاخد فعل في آخر روزان، يبقى سويفي تابع لجيم غذائي. لا سوبي بون، يعني الشوربة جيدة. طبعا أول ما بلاقي مباشرة عندنا كلمة لا سوب هنا، دي حاجة تتاكل أو تنشرب، وفي فيرب براندر ناخد اون على طول. جو فوني فيت بادي سبورت، أنت ما بتمارسش رياضة؟ قال له ده أنا بمارس رياضة، بالجملة دي تتوافق مع الجملة دي يبقى سي. الجملة اللي بعدها نوزالو على كومباني، نحن نذهب إلى الريف. في كلمة لا،
لا يبقى انا عايز يا بار يا دون. يا بار يا ايه؟ يا دون. فهناخد على طول بالنسبة لنا دون لان ما عنديش بار. vous avez combien de kilos؟ طبعا لو لاحظنا كلمة كومبيان دو كيلو جت متأخرة وفي آخر الجملة، وأنا عندي أفوار بتاخد اسم مفعول بدون تبعية طالما مفيش قبلها مفعول مباشر. طالما مفيش قبلها مفعول مباشر يبقى ناخد أشوتي. أن فيغ في الشتاء أون في دو سكي ألا مونتانيا. ألا مونتان. اللي بعدها نيمي با سي كوستيم. طبعا كلمة كوستيم دي بدلة، وكلمة بدلة دي مذكر، وناخد بالنا هي من الكلمات اللي آخرها او صحيح بس هي كلمة مذكر، فهناخد سو. في الامتحان اللي بعد كده رقم 37 مكتوب في زيد ان جران سنتر كوميرسيال، يعني زيارة لمتجر تجاري كبير. أليكس راكونت سو كيل في لو دورنيير ويكند، يعني أليكس بيحكي ماذا فعل في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. هير سوار أمس مساء جو سويز الي أن جروند سنتر كوميرسيال، ذهبت لمركز تجاري كبير. أفيك مي بارو مع والدي. لابا هناك جو في بوكو دو ريستورون، شفت كتير من المطاعم. فوالا لو كوان دو بيتزا، ها هو ركن البيتزا. سي هنا اون بو اشيتور دو ديليسيوز بيتزا، يعني بنشتري بيتزا رائعة. جي اشيتي مي فيتمون، انا اشتريت ملابسي. دون زان مجازان، من محل جيم لي كولير كلير، بحب الالوان الفاتحة روج فير جون. بابا ا جاري، يعني بابا ريكن، كلمة جاري يعني يركن. صاب واتير سيارته او باركن في الانتظار. او سنتر كوميرسيال، في المركز التجاري. اون بوتو شارتير، نستطيع ان نشتري كل شيء. توتا شيتير، يعني كل حاجه. دي زاليمون، الاغذيه، الملابس، الكتب، الورود، الزهور. يعني نو سومونتري دون زان ماجازان دون فورموتيك، يعني دخلنا في متجر او محل يعني للبرمجيات. سي هنا اون بو ري اشيتي ان اوردوناتور، ممكن نشتري كمبيوتر. ان اكران، شاشه، سي دي، سيديهات. اي دو جو فيديو، العاب فيديو. انفو اخيرا نو زافو فيزيتي ان ماجازان دو جو تريز انتريسانت، يعني زورنا اسمه محل للالعاب الشيقه جدا. اوني تروف، وجدنا فيه بوكو دو جو، كثيرا من الالعاب دي، فواتير، سيارات، خطارات، وبوبي، عرائس او دوما. يعني دونو تكست في القطعه، بصينا كويس بقى مع بعض في القطعه. اول سؤال بيقول عندنا ايه؟ دونو تكست في القطعه اليكس بارليدو بتحدث عن ايه؟ عن سون ويكند دورنيير، عن عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ماشي. إيير سوار، أمس مساء، أليكس أباسي لا جورني، قضى النهار إيه؟ ممارسة الرياضة، ممارسة التسوق، ولا زيارة متحف، ولا لعب موسيقى، العزف على الموسيقى يعني، يبقى هي دي فيردي شو. لو كواندو بيتزا، قسم البيتزا ده اسم إيه؟ دان ريستورون، بتاع مطعم، مش محل ملابس ولا قهوة ولا سوبر ماركت. تمام. أليكس أباسيلا جورنيل، يعني أليكس قضى اليوم مع مين بقى؟ طبعا مع والدي، أبيك سي بارون. أليكس إيطالي، يعني أليكس ذهب إلى المركز التجاري في إيه بقى؟ أون فواتير، يعني هما ذهبوا في الإيه؟ في السيارة. طبعا اون فواتير، في السيارة. سؤال أخير هنا في القطعة. سونتر كوميرسيال، في المركز التجاري. أليكس أشيتي، أليكس اشترى إيه بقى؟ الحاجة الواضحة قدامنا اللي هو اشتراها، جوي، ألعاب ولا إكسسوار ولا فيتمون ولا كريون دو كلير، هو كلمة جو اللي هي الألعاب. في القطعة الثانية، بونجور، جو مابيل ستيفان لالو، جيتودي دو لو سيت بيير دو كوبرتان افونت رومو،
يعني أنا بدرس في مدرسة الثانوية بتاعت بير كوبرتان في فونت ريمون. ما فمي عائلتي بتسكن في المغرب. ألور إذن موا جابيت ليكول، أنا بسكن في المدرسة، يعني سكن داخلي بقى. سيدي فاسيل دي صعب، مجي بكو دامي، ولكن عندي كثير من الأصدقاء هنا. ألور سابا، إذن الأمور على ما يرام. Je suis dans la section ski. أنا في قسم التزلج. Nous avons 20 heures de sport. إحنا بندرس 20 ساعة رياضة. Et 30 heures de cours par semaine. و30 حصة أسبوعية. Et le week-end, عطلة نهاية الأسبوع. Nous faisons des compétitions. بيبقى فيها منافسات. C'est très fatigant. ده متعب جدا. Mais j'aime beaucoup le sport. ولكن أحب كثيرا الرياضة. Voici comment s'y passe une journée normale. يعني أنا حواريكم ها هي إزاي أنا بقضي يوم طبيعي. في الصباح أنا ببتدي ما جورني يومي أسيتر الساعة 7 أفي كان بون بيتي دي جونير بفطار جيد. جي كور دو 8 أ 6 30، يعني بيبقى عندي حصص من الساعة 8 لحد الساعة 4:30. دو 17 من الساعة 5 أ 19 جون أنترينمون، بيبقى عندي تدريب. À 19h, je suis très fatigué, je suis très fatigué, j'ai mis douche, je donne à la cantine. يعني باخد الدوش بتاعي وبذهب إلى الكانتين. بتعشى في الكانتين. Ensuite, بعد ذلك, j'ai fait mes devoirs, بعمل واجباتي. Et à 21h, والساعة 9, بونوي. يعني إيه؟ بونوي يعني ليلة سعيدة. سي ديفيسيل داتر بون، إنه صعب أن تكون جيدا في الرياضة. أليكول وفي المدرسة. مي مي بروفيسور سون تري سامباتيك، ولكن مدرسيني كويسين جدا وبيساعدوني كتير. ستيفان ستيفان عنده، ها لاحظ وناخد بالنا كويس قوي. ستيفان عنده، عنده ايه بقى ستيفان؟ ديزر يعني 10 ساعات، ولا ترونتير 30 ساعة، ولا فانتير 20 ساعة، ولا فانسانكير يعني 25 ساعة. طبعا هو قال لي 20 ساعة في القطع. الويكند في عطلة نهاية الأسبوع، ستيفان طبعا بيشارك في منافسات رياضية. طيب ستيفان كومونس سا جورني، يعني ستيفان بيبتدي اليوم بتاعه بإيه؟ أول حاجة بيعملها بيفطر، بياخد البيتي دي جونير بتاعه، يبقى بيتي دي جونير. ستيفان فا أولي، يعني ستيفان بيذهب إلى السرير. طبعا الساعة 21 بيقول لي بونوي، فمعناها الساعة 9 مساء، يبقى نيفير دو سوار، نيفير دو سوار. ستيفان ابيت، ستيفان بيسكن فين؟ احنا قلنا اليكول في المدرسه، يعني بيسكن داخل بقى. لو بروفيسور دو ستيفان سون، طبعا لطاف ظرفاء، فطبعا هناخد كلمه جونتيل. Vous expliquez la nature de travail de l'arbitre. يعني انت بتشرح طبيعة عمل الحكم. هو بيدرب اللعيبة، ولا بيحرس المرمى، ولا بيسجل الأهداف، ولا بيحكم المباراة. طبعا جاج ان ماتش. Vous vous informez sur la date de naissance. انت بتستعلم عن ميعاد او تاريخ ميلاد صديقك، فبتقول له ما تاريخ اليوم، ولا اين سوف تحتفل بعيد ميلادك، ولا انت ولدت متى، ولا عيد ميلادك امتى. لا انت ولدت اين، فانت ولدت اين دي مش نافعه، انا ترجمتها غلط، فهي طبعا الاخيره تون انيفرسير سيكون، تون انيفرسير سيكون. فو كونسيي فوتر بيتي فرير، يعني انت بتنصح اخوك الصغير قبل ما ياكل، افون دو مانجي، بتقول له اغسل يديك، ولا كل كتير، ولا ني برومبال دو سالاد، لا تتناول سلطه، ولا اشرب كتير من الصودا. طبعا واضحه قدامنا ان انا هقول له اغسل ايه يديك. فودي موندي، انت بتسال صديقك كومبيان دو تون بيل سانتيران، يعني كم من الوقت هو يتدرب، فهو هيقول لي مع اصدقائي، ولا مدربي اللطيف،
ولا في صالة الألعاب بتاعة النادي، ولا بين 3 لـ4 ساعات؟ فودي موندي، أنت بتسأل لو أوتوريزاسيون، الإذن من والدك دو سورتير للخروج، فبتقول فودي، فأنت بتقول داكور، ولكن لا تتأخر، نو سي امبوسيبل، ده مستحيل، ولا جي بو سورتير سوسوار، ممكن أخرج هذا المساء، ولا جي بو ريغاردير لا تلفزيون، ممكن أشاهد التلفزيون. Vous demandez à votre ami, ses activités, أنشطته, en vacances d'été dernière. وعلم على كلمة دورنير، يعني أجازة الصيف الماضي. طيب، إل دي هو حيقول، أنت بتسأل هو حيقول لك بقى. فباخد بالي من الحتة دي. جي دومون، عندي شهرين أجازة، ولا جي فو ألير، أنا سوف أذهب. مش نافع لي، ولا انا بتمنى لك اجازه سعيده، ولا انا ذهبت الى الريف. يبقى هي دي، انا ذهبت الى الريف، عشان ده ماضي وانا بحكي في الماضي. فو دي موندي، انت بتسال صديقك سون افي عن رايه سيغ لا كومباني الريف، انت بتقول له ما رايك في الريف؟ ماشي. ولا أين تحب أن تعيش؟ ولا أنت بتسكن في ال أنت بتسكن في الريف؟ ولا كيف تجد المدينة؟ طبعا أنا بسأله عن رأيه في الريف، فهقول له كي بونسيتي دو لا كومباني، كي بونسيتي دو لا كومباني. فاخد بالي كويس أوي من إن أنا بسأل عن الريف، في سؤالين عن رأي، بس دي مدينة ودي ريف طبعا، فاخد بالي منها. في رقم 20، vous voulez acheter une glace au chocolat، يعني انت عايز تشتري ايس كريم او شوكولا بالشوكولاته، فبتقول يجب ان اذهب عند المخبز، يجب ان اذهب للصيدلي، ولا يجب ان امر عند الحلواني، ولا يجب ان اذهب الى قسم اللحوم. طبعا واضحه قدامي الاختيار بتاعي صحيح. الجمله اللي بعدها، فوترا مي، صديقك فوديموند بيسالك لور دو لاريفي دو لافيون، عن ميعاد وصول الطائرة. هيقولك فوز الي بروندر كافيون، انت هتاخد اهنو طائرة، ولا تذكرة ذهاب وعودة بكام، ولا في اي ساعة سوف تصل الطائرة، ولا امتى سوف ترحل الطائرة، متى سوف ترحل. طبعا انا بسأل عن ساعة الوصول، طالما هسأل عن ساعة الوصول هقول اريفي تصل، مش هقول بارتي. Vous demandez à votre ami، انت بتسأل صديقك بوركوا البرون ان اسبرين، لماذا هو يتناول اسبرين. هو هيقول بارسكو جو مال على تيت، لاني عندي الم في الراس، بارسكو جو سويف، لاني عطشان، ولا بارسكو جو فو مونجي، لاني عايز اكل، ولا بارسكو جو سوي ان فورم، لاني بكون في الفورم. فو نيمي با لي فروماج، انت ما بتحبش الجبنه، فبتقول جي نيم با لي برودوي لتيغ، انا ما بحبش منتجات الالبان، ولا انا لا افضل عصير الفاكهه، ولا انا بعشق الجبن، ولا انا بكره منتجات الحبوب. فو دي كريفي، ان تصف الطقس كل في اون تي، ماذا يكون في الصيف، فبتقول طبعا لو طون شو بارتو، الجو بيكون حار في كل مكان. تعالوا نختار بقى في القواعد عندنا. طبعا 30 ابريل احنا بنكون او برنتون، بكل فصول السنه بتاخد حرف الجر اون، ما عدا طبعا الربيع بياخد او. اليا ان مينيت، منذ دقيقه، يبقى ده ايه؟ ماضي ماضي حديث، لانه منذ دقيقه. هنا هو حاطط لي اسم مفعول، يبقى هضطر ان انا اخد فيرب ات. طيب اون فيغ، في الشتاء نوزالو على مونتاني، طبعا دي كلمه مؤنث. لي توريست فيان دو هولاند، دو بس هنختار دو اللي هي بدون ابوستروف، لان كلمه هولاند مبدوءه باش، والاش هنا اسبري. مونا سيليبري سون انيفرسير، يعني منى بتحتفل بعيد ميلادها. جيل باشيتان كادون، هشتري لها هديه. طبعا الجمله دي متكرره كتير. جيم اليرا باري، جيم باسير، طبعا لما بلاقي فيرب باسير باخد الجريج وفيرب عليه، بتبقى واضحه بالنسبه لي وسهله بالنسبه لي. مارتيني جولي، دول اتنين مؤنث، يبقى هناخد هنا ريستي سونت ريستي، لان هنا تبعيه طبعا في الماضي المركب. تومي كال ديكوراسيون، طبعا كلمه ديكوراسيون جمع مؤنث.
تا شامبر افون دو سورتير، هنا تا يبقى صرف مع تي يبقى رانج. طبعا احنا شارحين الامر قبل كده، ممكن نرجعوا معانا. ماماغ والدتي، وبعدين في اخر الجمله في اليا انير منذ ساعه، وهنا مصدر فعل يبقى فيندو طبعا ماضي حديث. كاسك هو فات، ماذا تفعل؟ ما بعملش حاجه لان كاسك بتتنفي بريان. افون تير قبل امس، ايل بروموني واخده تبعيه هي قد الدنيا، طبعا يبقى سيسون على طول. جي تي كونسي دو براندر، انا بنصحك بتناول، طبعا لو خدنا بالنا هنقوله امبودو، قليل من الحلويات. امبودو يعني قليل من الحلويات. طبعا عايز حاجه فيها دو، فهي دي الوحيده اللي قدامي اللي فيها دو. اون ايفير في شتاء، لي مونتاني سون، الجبال بتكون صفه لكلمه مونتاني من جمع مؤنث يبقى بلانش. البوا صودا، طبعا صودا ده اسم يبقى انا محتاج حاجه فيها دو، يبقى هاخد بلي دو. ما خدناش ترو دو لان دي مقارنه، فالكده هاخد بلي دو. اخيرا الا بلوفيو، وسبق وكررنا كتير عشان في بعض الناس بتسالني ياما السؤال ده، ليه ما خدناش اتر؟ لان الفي زائد صفه بتدل على الجو. الفي زائد صفه بتدل على الجو، ده مقرر منهجك واشتغل عليه دايما باذن الله. ناخد الامتحان اللي بعد كده وانتوا راجعوا معانا باذن الله، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو باذن الله وتدعمونا، والى اللقاء.